فاكرة يعني أكتر مرة مثلا انجرحتي فيها، وفاكرة خبتيه إزاي ولبستي أي قناع أو خبتيه ورا أي قناع؟ انجرحت كتير كتير كتير، انجرحت كتير مو شوي، لدرجة ما بتتخيلي إنه أنا بقولها نتيجة إنه بعرف حالي مقدار الحساسية اللي عندي، فعلى مقدار الحساسية عندي الجروحة كتير والخذلان كبير، ف ما كتير ببكي، البكاء مانو سهل بالنسبة لإلي، في حالة سلام بحاول إني أنا أعيشها، هي من طبعي وأنا كمان بأكد عليها وقت بتهرب مني شوي. صحيح. بقوي مهما كان، في ندب بتروح وفي ندب بتبقى، بس الواحد بيتعلم مرة بعد مرة وبيبقى مهما تعلم الإنسان الطبع غلاب، بتبقى حساسيتك موجودة وبتبقى طيبتك موجودة وبتتمني إنه تصدقي. مونولوج التحول في حياتك، أول موقف غير شخصية سلاف أو غير نظرتها للحياة، غير طريقة تعاملك مع الدنيا. وفاة ماما كانت الأكبر والأصعب، الله يرحمه، وفيما بعد كمان بابا، بس قصدي كأول موقف بتوقع هذا اللي عمل مني يعني غيرني، ومواقف كتير سواء بفقدان الأشخاص أو بمواقف صعبة أو بظلم أو 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 كتير كتير. أكتر حاجة بتعذبك الفقد؟ إيه، بخاف من الفقد أو ما بخاف، بخاف مبلا، بخاف ما بحبه، بس هو أمر واقع.